شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم آخر الأرقام. في شيفر سانتي قدموا لكم آخر الأرقام الرسمية التونسي، ودراسة تؤكد تواصل تسجيل ارتفاع في عدد حالات العنف المدرسي. هذا آخر تحيين لأرقام وزارة التربية تؤكد بتسجيل أكثر من 44 ألف حالة عنف في المرحلة الإعدادية، والتسجيل 23 حالة عنف في المرحلة الثانوية في الفترة الممتدة بين سنة 2018 في الأوساط المدرسي. وشهدت ظاهرة العنف تواصل وتطور في عدد الحالات المسجلة، وين سجلت بركة سنة 2017 14,792 حالة عنف مادي صادر عن التلاميذ، و7,292 حالة صادرة عن المربين، و4,812 حالة صادرة عن بقية الإطارات التربوية حسب ما بينته دراسة حول المنظومة الوطنية للتعليم. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.